هل يجوز لناظر الوقف في المسجد مثلاً أن يتصرف فيما بقي من المال كتفطير الصائمين في أوجه الخير الأخرى في المسجد؟ لا، ما وقف على المسجد يرصد للمسجد، لحاجة المسجد يرصد لصيانة المسجد وحاجة المسجد. وإذا كان المال كثيراً يفيض عن حاجة المسجد فيصرف في مسجد آخر، في نظير ما وقف له الواقف. أما أنه يصرف للصائمين هذا غير ما خصصه الواقف. ما يجوز يصرف غلة، يعني ما يجوز يصرف فائض الوقف إلا في مثله، في مسجد مثله، مثلا في مدرسة مثل المدرسة التي وقف عليها. أما أنه يصرف لغيرها فلا يجوز هذا. نعم.